مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه نجاح. الحلقه اللي فاتت قلنا لكم ان احنا مش هنقول لكم اي اخبار سلبيه ومش هنتكلم عن اي اخبار وحشه موجوده في البلد او حوالينا، وهنديكم طاقه ايجابيه وبس. النهارده احنا عند وعدنا مكملين معاكم نفس الحاجات. النهارده ان شاء الله معانا حكايات نجاح رائعه، معانا مبادره مش هينفع اتكلم عنها، لازم انتوا تشوفوها وتعرفوا هي عامله ازاي، بس معانا ناس وظيفتها في الحياه ان هي تدينا بهجه، تدينا طاقه ايجابيه، تعلمنا يعني ايه نحلم ويعني ايه نحقق حلمنا. هبتدي النهارده باول حكايه نجاح معايا مع مصممه الاكسسوارات الرائعه اللي انتوا هتشوفوا شغلها دلوقتي، سماح الجندي. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. شرفتيني. انا اللي اتشرفت بوجودي في القناه. الشغل تحفه. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. طبعا الكاميرا دلوقتي هتجيب الشغل. قولي لي انت ابتديتي او عملتي ايه عشان توصلي للمرحله دي ان انت تبقي بالاتقان ده في الشغل؟ حبيت الشغل، انا بحب المجال، حتى لو انا شخصيا مش بلبس الشغل ده بس انا حباه. فاي حد بيحب حاجه بيبدح فيها. لسه كنا بنقول قبل الهوى ان ربنا مش بيحط في قلبك حب حاجه الا لما تكون عارف ان انت هتحققها. ثق ان ربنا مش حاطط ده كده، لا انت هتحقق حلمك. طيب قولي لي انت خدتي كورسات عشان تعرفي تعملي كل الشغل ده؟ انت كمان عامله شغل مختلف، في قماش وفي دانتيل وفي عقيق، في كل حاجه. انت خدتي كورسات؟ لا ما فيش اي كورسات، هو الموضوع بالنسبه لي هوايه، حبي لل يعني في شكل عام للقطعه انا حباها، عينيا حابه الحاجه. فبدات ايه اشوف هي بتتصنع ازاي، دورت مع نفسي. انتي بقى انت عشقتي الفكره نفسها. وحباها جدا. فيما بعد بقيت خلاص ليا تصميمي انا، شغلي انا. يعني انت علمتي نفسك بنفسك، انت ما خدتيش كورسات ولا اي حاجه؟ لا. كله عن طريق اليوتيوب. سهل يعني لو عايزه ابتدي دلوقتي مشروع اكسسوارات، سهل ان انا اتعلم من على اليوتيوب؟ سهل جدا، بس احب الفكره، انا مش هتعلم حاجه مش حباها. صح عندك حق. طيب دانتيل ده اسم البراند بتاعك، دانتيل. اشمعنى بقى؟ يعني اي حد بيسمع دانتيل اكتر بيجي في دماغه ان هو فاشن اكتر مش اكسسوارات. لان انا دمجت ما بين الفاشن والاكسسوار في الماتيريال. يعني دلوقتي في، استني احنا نوريهم. هذه هنوريكم يا جماعه الناحيه الثانيه. ده سكارف. معلش ممكن طبعا هلبسه لكم عشان تشوفوا. ده سكارف صح؟ الناحيه الثانيه كده صح؟ تمام. ده بيتلبس كده؟ كده. ده قماش؟ تمام. ممكن تمام. ده شيفون، يعني قماش، نوع من انواع القماش. سكارف عادي، مدخله فيه نحاس، مدخله فيه معدن، ومدخله فيه خرز. فانا دمجت ما بين النحاس، المعدن، الخرز، القماش. اللون طبعا بغيره على حسب ما انا حابه او على حسب ما انا عايزه. متاح بقى كل الالوان. بس ان هو يكون باين في الكاميرا لان هو على الحقيقه شكله فوق الفظيع بجد. ده قلتي لي انه ده الصيفي، يعني انت مش موضوع ان انت عملتيه وخلاص، لا ده صيفي. لا في منه الشتوي، بس اللي بيفرق ما بين الصيفي والشتوي الماتيريال. القماشه. القماشه نفسها دي شيفون، في حاجه خفيفه هتبقى حاجه ما تضايقنيش وانا لابساها. الثانيه قطن، يعني مايله للقطن اكتر. موجود اهو. هنخرب الدنيا خالص نحية. بس يعني بجد الشغل حلو قوي، فما ينفعش ان هو ما يتعرضش وما يتشافش. اهو نفس الحكايه. معدن، نحاس. تمام. الفرق هنا برضو بقى الماتيريال. اكسسوار. الفرق بقى الماتيريال في هنا قطن، هنا شيفون. بس كده. بس هي الفكرة ما اتغيرتش، هي نفس الفكرة. حلو جدا جدا جدا. هو أنا ممكن أطلب منك أوردر على طقم معين؟ يعني مثلا ما أكلمكيش أقولك أنا عايزة القطعة الفلانية؟ لا أوريدي ممكن. صح؟ اللي هو إيه، أنا بشوف الفستان، بشوف إيه اللي ممكن يكون مناسب للفستان من شغلي، فأنا بعرض عليك الشغل اللي هو ده ممكن يبقى اشيك او هيخلي الفستان اشيك. ممكن يبقى الفستان ما فيهوش اي حاجه ان كانت. الناحيه الثانيه. انما قطعه الاكسسوار بتخليه بقى ليه شكل تاني. انا ممكن نفس الطقم
واخد عليه اكتر من قطعه فيديني اكتر من شكل. يعني طبعا. يعني فكره ان مثلا بلبس اسود فالبس عليه اكسسوار اصفر والشوز اصفر والطرحه اصفر وبتاع فبقى طقم، مره تانية احمر فبقى طقم تاني. لا لا لا، يعني الستايل مع حضرتك في الشريط ساتان هندي اهو، ده الشغل شريط البدوي هندي او السيناوي. تمام. الناحيه الثانيه في الكاجوال، تمام. اوكي. الجزء الاخير ده جزء بالنسبه لي اسلامي، ده او انا الكلمة. حاطه ايه قرانيه ممكن اغيرها، ممكن احط اسمي، اسم ايه تانية اللي انا صوره عايزاه. حتى ممكن احطها صوره لان انا اللي بتحكم عجباني قوي، فيها. عجباني فكره ان انت عامله نص ونص بصراحه. لا لذيذه جدا جدا جدا. يعني دي من الحاجات الجديده اللي انا اول مره تقريبا اشوفها، يعني حد عاملها. ما هو ده بقى تصميم انا الخاص. يعني انا مش انا بعتمد في شغلي على دماغي، انا الشغلي انا، مش اللي هو ايه، مش بقلد حاجه. انا قلت لك زمان انت في لازم الاول كنت تعملي ممكن فاشن اقلد ان شاء الله. بجد، انت لازم يبقى ليكي لاين فاشن، لان انت ان شاء الله. دمجه بين الاثنين. انت كمان اصلا بتعرفي تفصلي، انت ده تخصص شغلك بجد. الشغل حلو جدا. ده ايه الماتيريال دي؟ عقيق. عقيق. تمام. وبالنسبه للقطعه الثانيه، القطعه دي هي مش دي معدن، هي نحاس مطلي نيكل، علشان كده لونها ابيض. بتصدي بقى لا والكلام ده، احنا لا بنعاني. لا خالص، دي حاجه اصلي. تحفه. ده ممكن يتلبس سكارف. ازاي كده؟ كده يبقى سكارف. كده كسكارف. تمام. وده محجبات او غير محجبات، هو طوله طبعا مناسب بيمشي. جدا، سواء محجبه تمام. او غير محجبه. ممكن البسه بشكل تاني، كنت ايه وريتك اعمله حضرتك. ككولي بقى عادي خالص كده مره تانية. ايوه مره تانية. شفتي انت اتعلمت بسرعه، خلي بالك. او فكده كده بقى، كده بقى كوليه. ممكن البسه على الرقبه، اقصره خالص فهلبسه فيبقى على الرقبه. زي الكوليه خالص بقى، مش عقد. له كذا شكل، وده بالنسبه لي يعني ده اجدد تحفه حاجه انا عملتها. يعني دي اخر حاجه انا تحفه. عملتها. طيب بصي، الشغل تحفه. ايه اكتر الماتيريالز اللي بتطلب منك؟ لا، ما هو موضوع الماتيريال ده بيبقى مش هقول اكتر حاجه، اصلا هي بتبقى في حد بيبقى عايز حاجه بسيطه وشكلها حلو جدا، فانا بستخدم ليه المرمر علشان الماديات هتبقى اقل او سعره هيبقى اقل. في تمام. حد عايز العقيق بيبقى اقيم واعلى في السعر. تمام. يعني انا مثلا ممكن اكلمك اقول لك انا عاجبني القطعه الفلانيه، بس لو سمحتي انا ما معيش الا كذا. ممكن، بس اللي هو ايه، انا هطلع لك نفس تيبكال، نفس الستايل، هو مفيش اي اختلاف، حتى بنفس الوانه، بس اللي هيفرق معايا الماتيريال اللي هو يعني ايه. وبس بعرفك اللي هو ده بيبقى رينجو كذا، ده رينجو كذا، ده رينجو كذا، فانا ممكن اعمل الستايل بكذا ماتيريال. انتي اصلا رينج سعرك قليل، يعني انتي بتبتدي من كام؟ يعني الرينج في بتاع حاجات، الحاجات دي بكام؟ في حاجات بتبدأ من 50 جنيه، في 100 جنيه. $50. هاند ميد. احنا معانا كمان الصور على الهوا. شغلك تحفه بجد حقيقي. شكرا. والله شغلك حلو لا، في جدا، حاجات، ومحدش يقول ان انتي مش واخده كورسات ولا اي حاجه خالص. لا لا، هي حقيقي. واكتر ناس متاكدين بقى من الموضوع صحابي، اللي هو كنت اعمل حاجه انزل اي ستايل ايا كان. لا، في يعني هتطلعي اشيك الناس اللي انت واجمل. اصلا بعت لهم في الاول وانت كنت لسه انا ما بتبتدي. كنت، يعني بمعنى اصح هم اللي اكتشفوني. انا بحب المجال، بس ما كنتش متخيله ان انا ممكن الافكار بتاعتي تتطور بالشكل ده. الاساس يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى هو طبعا. اصحابي. كنت اعمل عقد جميل، وكانوا بيشتروه على فكره. او هو لسه مش كانوا بالمستوى ده بيشتروه. لسه، ده عقد كلام برضو من 3 سنين العقاد. فاتوا، لان انا بادئه من 3 سنين. فلحد ما وصلت لكده، وان شاء الله باذن الله هوصل. يعني انا من جوايا عايزه بقى احسن من كده ملايين ان شاء المرات الله يا ان رب. شاء ان الله. شاء الله. إيه هو انا ممكن اجيب لك الطقم وانتي تغيره لي؟ يعني انا عندي تقوم هدوم كتير، انتي اصلا هي لابسه فستان وهي مغيره فيه عامله له ستايل تاني، فاحنا ساعات بيبقى مضطرين ننزل بنفس الفستان او ما عندناش غيره كذا مناسبه، فانتي ممكن تعملي لي في حاجه مختلفه واقدر البسه؟ طبعا. يعني انا الفستان اللي انا لابساه هو حاجه عاديه جدا، مفيش اي شغل ايا كان، عشان انا منتقبه او كده. فاللي هو ايه، رحت ضفت شغلي انا، شغل الهاند ميد.
تسلم ايدك. خرز معادن خفيفه، في ناس طبعا بتحب في الشغل ده حاجه بتبقى اوفر، في حاجه في ناس بتحبها سيمبل على حسب ذوقك. على دي اسواق بقى. انت شرفتيني، شكرا بجد مبسوطين جدا انك كنتي معانا. شكرا. حكايه نجاح حلوه جدا، الاسعار كمان رائعه جدا، ففي متناول اي حد ان هو يشتري المنتجات، وحاجه هاند ميد، حاجه بتاعتك انت بس محدش لابسها غيرك. ان شاء الله الحلقه الجايه هتبقي معانا بس بخط الفاشن بتاعك ان شاء الله. ناويه اعمل كده باذن الله، ومش هيبقى فاشن وبس، باذن الله ناويه اعمل مركز تعليم ان شاء الله لكل بنت حابه تدخل المجال وعندها هوايه، فان شاء الله باذن الله هننمي الهوايه مع بعض باذن الله. ان شاء الله. شرفتيني يا سماحه. الشرف ليا. اوعوا تروحوا في اي حته، احنا شويه صغيرين وراجعين لكم مع حكايه نجاح جديده. كريستينا جمال.